السلام عليكم شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا معايا بألف خير وسلامة. ان شاء الله يا جماعة فيديو النهاردة، وشرح النهاردة اتعرف معاكم على افضل قالب لبلوجر 2019. ان شاء الله يا جماعة، انا من فترة كنت بدور ان اشوف قالب لبلوجر كويس، وقابلت مشاكل كتيرة جدا في ان انا ارقب القالب بتاعت بلوجر. وكان يا جماعة كانت معظم القالب كلها يعني الوانها مش كويسة ومش حلوة، يعني لحد ما كان فيها مشاكل كتير، لحد يا جماعة ما لقيت قالب ممتاز جدا. وفعلا القالب ده فيه مميزات كتيرة جدا، هسيبها لكم في تدوينة اللي في وصف الفيديو. طب ماشي يا جماعة، فبصراحة أخيرا ركبت القالب بتاع المدونة بتاعتي، وإن شاء الله يا جماعة الفترات الجاية أحاول إن أشتري دومين دوت كوم، وأحاول إني أفعل جوجل أدسنس عندي. فيا جماعة دلوقتي أنا هوريكم شكل الموقع بتاعي دلوقتي، بدأ حطيت فيه دلوقتي يا جماعة القالب. هوريكم دلوقتي شكله يبقى عامل إزاي. دلوقتي يا جماعة نشوف هنا، ندخل سوري بس يا جماعة، دي هي صلاحتك www.صلاحتك05.blogspot.com. طب يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو، ده القالب احترافي جدا يا جماعة، شايفين فيه؟ طب يا جماعة مميزات كتيرة جدا. رقم واحد يا جماعة انه سلس جدا وخفيف جدا يا جماعة المتصفحات. غير كده يا جماعة في ايقونات التواصل الاجتماعي هنا، وزي ما انتم شايفين يا جماعة هنا اهو بيعرض لك الفيديوهات بتاعتك او التدوينات بتاعتك بشكل جذاب والوانه ممتازه. فيا جماعه زي ما انتم شايفين هنا بيبقى في كمان يا جماعه مساحات كتيره جدا انك انت تحط اعلانات خاصه بيك. مساحات هنا طبعا يا جماعه اهيت هنا مثلا، وتحت ممكن تحط، وبرده يا جماعه فوق اهوت ممكن تحط اعلان. وتبقى يا جماعه ان شاء الله انا هحاول اعدل على القالب دوت، يعني نحط اللوجو بتاعي، يعني نحاول احط اللوجو بتاعي يا شباب. وطبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين هنا، وطبعا يا جماعه ان شاء الله الفترات الجايه احاول جدا ان انا اهتم طبعا يا جماعه المدونه بتاعتي على بلوجر، علشان بصراحه يا شباب يعني لحد ما فتحقيق الربح من المدونه بتاعتك على بلوجر يبقى اسهل جدا من اليوتيوب. غير كده يا شباب انا عايز احول حساب ادسنس بتاعي من مستضاف لعادي. فطبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين القالب اهوت، لو انتم عايزين فيديو ازاي تعدلوا على القالب دوت، طبعا يا شباب رابط القالب ده هسيب لكم تحت في التدوينه في الديسكربشن، هتلاقوه طبعا تحت في التدوينه اللي في وصف الفيديو. دول شايفين يا جماعه انا اهوت اخر الاخبار هنا. طبعا يا جماعه في الشريط دوت بيجيب لكم اخر الفيديوهات اخر التدوينات اللي انا نزلها. زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعه، ده التدوين بتاع كيم ماستر، وده بتحول اليوتيوب بتاعك. فطبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين حاجات كتيره جدا. وهنا طبعا يا جماعه المفروض احط اللوجو بتاعي، ودي كلها اقسام تاني ممكن تعمل عليها. وزي ما انتم شايفين يا جماعه الوانه فعلا جذابه جدا. فيا جماعه لو انتم عايزين تحميل القالب ده، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت الديسكربشن. وكالعاده يا جماعه الرابط بتاعه دوت مش هيبقى مختصر ولا اي حاجه، هيبقى مرفوع على فايل ابلود، هتحملوه بكل سهوله، ولكن بس هتلاقوا الرابط تحت في التدوينه. فيا جماعه هسيب لكم مميزات القالب كامله كلها كمان برده يا جماعه في التدوينه. بس كده يا جماعه، فلو عايز تحمل القالب دوت نزل تحت الديسكريبشن. مرة تانية يا جماعة لو عايزين فيديو ازاي تعدلوا على القالب دوت لو انتوا ركبتوه، اكتبوا تحت في وصف الفيديو. كمان يا جماعة القالب دوت هيزيد من الربح بتاعكم في ادسنس، لانه في مساحات اعلانية كتيرة جدا من اللي يخليك تحط اكتر من اعلان. زي ما انتوا شايفين يا جدعان في احصائيات المدونة وكل حاجة، فعلا شباب القالب ده جذاب، حتى الوانه متناسقة وجميلة جدا. فبس كده يا جماعة، اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم. يا جماعه اكبر مساعده تقدروا انكم تقدمها لي هي انكم تكتبوا لي تحت شرح او حاجه موضوع عايزين تعرفوه، وان شاء الله يا جماعه في اقرب وقت احاول ان ارد عليكم الفتره الجايه. فبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك. وبالمناسبه يا جماعه ان شاء الله